السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. النهاردة معانا ماكينة صنفرة 9045 بي. دي ماكينة صنفرة بقدر استخدمها في تشطيب الألواح الخشبية والمعدنية والبلاستيكية. الجهاز اللي معانا النهاردة قدرته 520 واط، عدد الدورات في الدقيقة بيوصل ل10,000 دورة في الدقيقة. طبعا الجهاز اللي معانا النهاردة وزنه 2600 جرام، فحاجة برضو خفيفة وقدرتها عالية جدا. الجهاز اللي معنا فيه عزل ثنائي من الداخل، بيجي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بستخدم ورق الصنفرة العادي، ما عنديش مشكلة، واقدر كمان اي ورق صنفرة عندي سواء A4 اقدر اقص منه نفس المقاس وبشغل. خلينا نركب ورق الصنفرة مع بعض. بيركب بطريقة سهلة جدا. طبعا جهاز قوي جدا في اعمال التشطيب والالواح الخشبية العريضة. طبعا الوسادة اللي معانا النهاردة العرض بتاعها 114 ملي، الطول عندي 234، ورق الصنفرة بتاعي بيكون برضو 114 ملي في طول 300 في طول 280. طبعا بعمل حساب لان الصنفرة بيدخل جزء منها في الماكينة علشان خاطر يعني اقدر اركبها باحكام. الموضوع بسيط جدا، عندي هنا مفتاح بضغط عليه ضغطة بسيطة وبركب ورق الصنفرة بتاعي بكل بساطة وبكل سهولة. تمام كده، ركبت من الجنب ده، بروح على الجنب التاني وببتدي اركب الورقة بتاعتي، وتكون طبعا مشدودة وبقدر كافي علشان خاطر اقدر اشتغل بيها كويس. الجهاز اللي معانا النهاردة زي ما قلنا جهاز سريع جدا وقوي، وسادة طبعا عريضة جدا للاسطح والالواح الخشبية الكبيرة. خلينا نشغل مفتاح التشغيل تحت ايدي مباشرة. طبعا تصميم متوازن جدا يا جماعة، وحاجة مصممة بشكل متوازن للشغل القاسي والشغل المستمر في الالواح الخشبية الكبيرة الحجم. خلينا نشغل ونشوف سرعة الجهاز مع بعض. حقيقة ماكينة يعني قوية جدا، وعدد الدورات بتاعتها 10,000 دورة في الدقيقة، فحاجة ممتازة جدا وسريعة جدا في تشطيب الألواح الخشبية الكبيرة. بتيجي في كرتون بالشكل ده، وبيجي معها 10 يعني ورقات من الصنفرة. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. فأمان الله، استنونا في فيديو جديد.